محمد السيسي محامي مصري. طب قول لي يا استاذ محمد، حضرتك تعملوا ايه النهارده هنا؟ احنا النهارده نقابه المرشدين السياحيين عامله مبادره لتامين المتحف المصري، مستلمه تامين المتحف من الشرطه، وهي اللي ماسكه منافذ المتحف من الثلاث اجناب، من جنب الكورنيش وجنب الميدان وجنب بتاع جامعه الدول العربيه. بتمنع دخول اي حد المتحف الا اذا كان عامل داخل المتحف او حد داخل جامعه الدول العربيه من عاملين جامعه الدول العربيه. ودي بادره عاملاها نقابه المرشدين السياحيين لحمايه المتحف المصري، عشان تقول يا جماعه احنا كشباب او شعب مصري لا بنخرب ولا بنسرق ولا عايزين نحرق. الناس نازله النهارده عشان بتقول مطالبها او بتذكر الشهداء، لكن بدون تخريب او بدون اي سرقات. طب على في حاله تحول المظاهرات النهارده في التحرير لاعتصام هيمتد، هل شغلكم هنا هيمتد برضه قدام المتحف؟ احنا عاملين حسابنا ان احنا قاعدين لغايه يوم 28، احنا بادئين من امبارح. بتبقى نظام شفتات حسب كل واحد ومقدرته، في اللي بيجي يقعد ساعه، في اللي بيقعد 7 ساعات، بيقعد بنسلم من بعض البعض. ودي بادره عملتها من نقابه المرشدين على موقع الفيسبوك.